السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد، حللنا أهلا ووطأنا سهلا. إذا صباحكم سعيد، يعني عدنا بواحد النفس قوي، و سنبدأ ونستمر في التعريف بالمظلومية ديالنا العادلة الشرعية والمشروعة. ولن يعني نتراجع قيد أنملة إلى الخلف أبدا، حتى نسترجع الحقوق ديالنا كاملة مكتملة غير منقوصة، مسألة لا تناقص. إذن الآن كالعادة وكالمعتاد متوجهين إلى المقر باش دائما نكونوا قريبين منهم، من حبل الوريد ديالهم. إذن عدنا دائما كما قلنا وكنا حيوية، كلنا حيوية. كلكم زبدة من غادي نبدا. إذن تنحيي جميع الإخوان والأخوات الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الأفاضل والفاضلات والفضليات. إذن كما يعلم الجميع أن اليوم كاين المحطة ديال 25 أبريل. 25 أبريل اللي من المرتقب غتجمع يعني اللجنة العليا برئاسة بن موسى مع النقابات الأكثر تمثيلية. وعندما أشرت إلى خاص الجنوع تكون متواجدة، لأنها تهي عندها التمثيلية وتتمثل الشغيلة وهاد الشيء اللي غادي تنزل ديال إصلاح المنظومة التعليمية وديال إصلاح يعني تنزيل النظام الأساسي الجديد، فهو يعني جميع الشغيلة وبالتالي تيعني حتى الفن. انت بعض الاخوان اشار قال لك علاش على حساب الفنو ما كلتي الفنو لا الى اخره. فالفنو فهي يعني عندها التمثيليه تتمثل واحد الشريحه من الشغيله التعليميه اللي تهمها هذا الاصلاح بالدرجه الاولى، لان ما سيتم تفعيله وتنزيله فلا تهم جميع الشغيله، وما تهمش فقط يعني غير يعني التمثيلية الأربعة اللي وقعوا في اتفاق ديال 14، لأن النظام الأساسي وخارطة الطريق راه تم التوقيع عليها اتفاق ديال 18 يناير، والفنون هي كانت متواجدة. إذن عدم توقيع في 14 يناير هناك أمور أخرى لتضحى بالملموس، أن كانت هناك فعلا بعض المسائل الخلافية، ورغم ذلك سي دي تي وقعت، والآن ها هي ما زال رجعت يعني تنادي بالوقفات والاحتجاجات والإضراب. هذا يدل أن هناك خلاف، باقي الخلاف قائم. إذا ماشي هنايا في كيل مربط الفرس. مربط الفرس وهو هذاك الشيء اللي قلناه هو اللي كاين. خرج واحد متتبع
وقال لي بان هذا اللقاء ديال غدا راه ما غيكون فيه حتى شي جديد، وحنا راه قلناها قبل ولد عمي، ربما انت ما متبعش، حنا راه قلناها قبل وعارفين جدول الاعمال اللي غادي يكون والمشاريع المراسيم اللي غادي يطرح كلها، راه قلنا بان هذيك المشاريع المراسيم كلها متعلقه بالاصلاح ديال المنظومه التعليميه والمشروع المرسوم ديال تنزيل النظام الاساسي. هادشي اللي كاين، لان بن موسى اللي تهمه هو اصلاح المنظومه التعليميه، وراء الجمعه اللي سبقت هاد اللي فاتت راه اجتمع مع رئيس الحكومه وقاموا بالتدارس ديال هاد كيفيه التنزيل ديال الورش ديال اصلاح المنظومه التعليميه اللي هو تيرتكز على ثلاث ركائز. تيرتكز على المتعلم، على المدرس، وعلى المؤسسات التعليميه. يعني بالنسبه للركن الاول اللي هو المتعلم، اللي هو المحور ديال العمليه التعليميه التعلميه، دارتوا فيه جوج نقاط. اولا الجوده ديال التعلمات والمكتسبات، وباش يكون هناك كفايات جديده تكون هناك لينوفاسيون، يعني لينوفاسيون ابداع، يكون عندنا واحد المتعلم يتمكن من كفايات و تمكنه باش يكون يعني مبدع، والتعلم الذاتي الى اخره، والدعم الاجباري، الدعم المستمر الاجباري اللي غيكون الى اخره. وارتكزوا انت ايضا على المدرس اللي خاصو يكون عنده تكوين جيد عبر التكوين الاساس، تكوين عفوا عبر التكوين المستمر. وايضا ارتكزوا على الركن الثالث وهو تأهيل المؤسسات التعليميه اللي كنا قلنا راه خرجوا لها مراسيم ديالها، ديال التأهيل ديال مثلا لزيناس للسي بي ار ولسي اف اي، باش يولوا يتماشاو مع هاد الاصلاح اللي غادي يكون، واصلاح ديال المنظومه التعليميه بما يتماشى معه، باش تكون هي مؤهله. اذا هادو هما ثلاثه. اذا راه ناقشوا هذا الشيء بن موسى، راه ناقش يعني التنزيل ديال النظام الاساسي، والتنزيل ديال الورش ديال اصلاح المنظومه التعليميه اليوم الجمعه اللي سبقت، وبان غتكون هناك اجتماعات بين بن موسى والنقابات حول الكيفيه ديال التنزيل ديال هذا النظام الاساسي. اما النظام الاساسي المراسيم ديالو راه كملوا، المراسيم المصاحبه ايضا كملات، والملفات السته فقط اللي كنت قلت اللي كانوا هما يعني منتهيين ودارهم كملفات انيه، دوك السته متصرفين ومن معاهم اللي تسواوا اصلا العام اللي فات بمراسيم، و اصحاب الماستر حامل الشهادات والدكاتره باحداث استاذ باحث اللي ربطوهم مع النظام الاساسي، وهادو راه غادي يتنزلوا في النظام الاساسي. وايضا الملفات اللي ديال الفئات اللي مرتبطه، يعني يعني المعالجه ديالها مرتبطه بالنظام الاساسي اللي غتسوى، كالمبرزين والمستبرزين، وادماج بعض الفئات كالمساعدين التقنيين والاداريين، واطر المشتركه بين الوزارات برغبه منهم، وكاينين هناك بعض الرتوشات فقط. اذا هذا الاخ اللي قال لي راه ما غيكون حتى حاجه، حنا راه شرنا لها في عده فيديوهات سابقه، وقلنا كاع عارفين حنا جدول الاعمال اللي غادي يكون اليوم. اذا المشكله في ذوك العصارة صحاب النضال بالوكالة، هذا هو المشكل.
اللي تتلقاهم هما دائما باغين يعرفوا اش كاين، والتعليقات الفارغه الخاويه، وهم لا يقدمون شيء بل يساهمون في اضعاف تمثيل النقابين. ما يناضلوا ما يساهموا ما يزفتوا ما حتى شي حاجه، وتلقاهم هما الاولين خارجين بالتعليقات الخاويه. اذا حنا خلال رمضان راه شويه هديت، وكاين بعض الازلام لا مش تدخل درك، بقى عندي حتى اشكال ندخل في يماهم طول وعرض. اخوان اللي تنحتارمو تيحتارمونا، يعني تنشكرهم على التعليقات المحفزه الايجابيه اللي تخلينا نزيدو قدام، وتنحيي جميع الاخوان والاخوات النقابيين والسياسيين ومجتمع مدني الى اخره، الذين يتضامنون مع شيوخ التربيه والتعليم بوكماخيين ومع جميع الفئات المستضعفه والمغبونه، نحيي من هذا المنبر الان نحن متوجهين كالعاده الى المقر، من غادي نجلسوا نديروا معكم شي فيديوهات اللي هي تصب فيما يحصل في الكواليس، لان هناك اضراب دعت ليه الان، يعني دعت ليه شكون اللي دعا ليه، دعت ليه هذيك التنسيقيه ديال المقصيين من خارج السلم المزاولين. يوم يعني غدا يوم 26 27، هذا يعني ان داك الشيء اللي قالت ليهم النقابة المعلومة اللي جات وقعت، راه وقعت في المحظور وقوى البوابة المعنى. لأني كنت نقول لكم دائما أن الدرجة الجديدة يعني خارج السلام الهم لك حل، الدرجة الاستثنائية لهذوك الفئات اللي المسار المهني ديالهم خاصو يكون محدود في ترقية وترقيتين، راه لا يمكن أن يحل قطاعيا. فالدرجة الجديدة يعني الدرجة الممتازة أو الدرجة الاستثنائية هذيك راه تحل مركزيا، مسألة لا تناقش، هي تابعة للحوار الاجتماعي. إذا وكلوهم الخليع وقالوا لهم راحنا نزلناها قطاعيا، واتضح الآن أنها ما نزلوها ما زفتوها، داروا لهم غير سكيفاج سكيفي دريبلي ودوخوهم. ومن بعد غادي نجلسوا ونهضروا معكم في هذا الموضوع، وتنضامنوا مع جميع الفئات المغبونة والمحرومة من حقها، خصوصا المتقاعدين اللي فعلا كان لهم الأولوية والأسبقية في الإنصاف. للأسف الشديد يعني الخلفية الإقصائية ديال المدبر وبعض النقابات يعني تتحمل المسؤولية في الإقصاء ديال هذه الفئة. إذا تبارك الله عليكم، احنا الآن متواجدين في ذاك، نشوفوا اش كاين. يلاه تبارك الله عليكم، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو على نطاق واسع حتى تعمل الفائدة، كثروا من الجيم اعجاب لايكات، ودوروا دائما 120. احنا فين؟